مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أنتم تستمعون الآن إلى يافا 48، وهذا محمود عبيد يحييكم أينما كنتم. مستمعي الكرام، نبث إليكم من قلب حي العجم، واللقاء دوما يتجدد. مستمعي الكرام، يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي خلق الأيام والسنين واختار منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد البركات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه الأزمنة هي الأيام العشر من ذي الحجة، واختار من هذه الأيام وأعظمها، بل هي أعظم أيام الله كله، يوم عرفة. للحديث عن يوم عرفة ينضم إلينا عبر خط الهاتف الشيخ عادل الفار، إمام مسجد النور من مدينة اللد، للحديث عن فضل يوم عرفة. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الشيخ عادل، يعني كثيرون منا يعني نسوا قيمة هذه الأيام وعظمتها، يعني حبذا لو حدثتنا عن فضل هذه الأيام الفضيلة العشر من ذي الحجة وفضل يوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأيام هي لها خصائص ولها فضائل. إذا تحدثنا عنها فإن الإنسان منا مهما تحدث لن يستطيع أن يصل إلى مقصودها العام ومقصودها التام، ولكن نأخذ من هذه الخصائص ومن هذه الفضائل شيئا علّه أن يعيد فينا تلك النفحات الإيمانية التي يحتاجها المسلم بين فترة وفترة عندما يصيبه شيء من الفطور. فهذه الأيام هي أيام عظيمة، أقسم الله سبحانه وتعالى بها في مطلع سورة الفجر. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر. هي ليال عشر وعشر أي وعشرة أيام أيضا. الليالي العشر للقيام، وتسعة أيام للصيام، ويوم واحد يوم أكل وشرب، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق عند بعض العلماء. لو أخذنا هذه المواسم، لماذا نحتاج إليها؟ لماذا منحنا الله سبحانه وتعالى هذه النفحات خلال أيام السنة؟ مرة يأتي علينا العشر الأول من شهر ذو الحجة، وبعده بشهر من المحرم كذلك، وفيه أيضا يوم صيام، ويأتينا شهر رمضان شهرا كاملا، وتأتينا بعض الأيام هنا وهناك، وأحيانا أشياء مثل الحج. كل هذه الأيام لماذا نحتاجها؟ يعني نحتاجها لأنها تنشط في الإنسان ما فطر فيه خلال أيام السنة. فلو بقي الإنسان على الروتين صلاة يوم 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 دون أن تأتي نفحات تجعله يعلو بهمته، ترى الفطور قد يأخذه إلى خارج الدائرة الإسلامية، فيمل من الصلاة، فيمل من الذكر، فيمل من المساجد. تأتي هذه الأيام نفحات، نفحات جميلة لترفع من شأن الإنسان المسلم. من خصائصها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. لاحظ كلمة أحب إلى الله، العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني إذا كنت تبحث عن الأشياء التي يحبها الله إلزم هذه الأيام العشر التي هي أفضل الأيام وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من هذه، ثم يقول ابن عباس، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. الصحابة سألوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث المستضعفين لا يستطيعون أن يقوموا بأداء شعائر دينهم، فيأتي الجهاد ليرفع الظلم عن المظلومين والضعف عن الضعفاء.
وهكذا يعيد فيهم الإسلام والدين من جديد. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من بيته بماله، شوف أخذ كل ماله معاه ونفسه روحه معاه، ولم يرجع بذلك من ذلك في شيء، يعني لا ضل معاه مال ولا رجع لأهله سالم، إنما سلم في هذا اليوم أن قدم روحه يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طب هذه الأيام شو بتعيد فينا؟ إذا علمت أنا أن الله سبحانه وتعالى يحب في هذه الأيام العمل الصالح، ينشط فيه أني أنا أريد أن أصل إلى الأشياء التي يحبها الله، ماذا أفعل في هذه الأيام؟ أبدأ بالبحث عن الأشياء التي تتلائم مع الشريعة ولا تخالف الشريعة، فأفعل أشياء أنا مأمور فيها وأشياء مستحب أن أفعلها، وأترك كل شيء محرم أو منهي عنه أو مكروه، وبذلك أتصف بصفات هي صفات ملائكية. فالصوم مثلا صفة ملائكية، والصلاة صفة ملائكية، والذكر والتسبيح صفة ملائكية، وكل هذه الأمور تجتمع في هذه الأيام، وهذه الأيام هي التي تجمع كل أمهات العبادات. فنحن في هذه الأيام نصلي كما نصلي في غيرها، ونصوم وليسنا نصوم في كل أيام السنة، ونجلس لنذكر الله سبحانه وتعالى ونسبحه ونشكره على هذه النعمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، حيث أن الله حرم منها عدد كبير من الناس، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يؤمنون، فجعلك أنت من خاصته، من الذين ناداهم فلبوا هذا النداء وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه الأيام هي منح من الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما تعلم يا أخي محمود أنه فضل بعض الأزمنة على بعض الأزمنة الأخرى، وفضل بعض الأمكنة على الأمكنة الأخرى، وفضل الله سبحانه وتعالى أيضا بعض البشر على غيرهم من البشر. من هذه الأيام هي الأيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الأيام التي نعيشها، وفي الشهر القادم إن شاء الله أيضا في المحرم هناك يوم صيامه مشهود أيضا، وهناك أيضا عندنا من الأزمنة مثل أيام الجمعة وأيام العمرة وأيام الحج. يعني يصادف يوم السبت القادم يعني الموافق 15 من هذا الشهر، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، يعني فيه يقف الحجيج على جبل عرفة، وهو يعد من أهم أركان الحج، وهو يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كيف يستفيد المسلم الذي حرم من الحج في هذا اليوم الفضيل؟ ما من إنسان يحرم من هذه الخيرات حتى وإن تعذر عليه الوصول إلى تلك البقاع الطاهرة، إما بسبب الفقر أو المرض أو بأسباب أخرى قد تعيق رحلته إلى تلك المشاعر الطيبة. يوم عرفة يوم عظيم، هناك أحاديث نبوية كثيرة تحدثت عن فضل يوم عرفة، يعني منها ما أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة. أبو هريرة أنت تعلم أنه يروي حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. إذن أصبح الوقوف بعرفات له منزلة تعلو على منزلة الملائكة في السماء، فيقول لهم انظروا، يقول الملائكة انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، يعني إبليس أبى أن يسجد لآدم، هؤلاء جاءوا ساجدين، الملائكة اعترضت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يقول الآن أنا أباهي بهؤلاء الذين جاءوني شعثا غبرا، جاءوا تلبية لندائي. هناك أيضا حديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها وعليها السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعطف الله سبحانه وتعالى أو يعطف الله سبحانه وتعالى فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بدك أكبر من هيك؟ هذا أكبر من هذا الأجر والثواب. طب أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أسافر إلى هناك، يعني ليس معي مال أو صحتي تمنعني من الوصول إلى هناك، إلى هناك أصوم يوم عرفة، طب ماذا يفعل لي صيام عرفة؟ هناك يباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة، هناك يغفر ذنوبهم،
النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. السنة هاي كلها يغفر الذنوب فيها، يكفر الله سبحانه وتعالى بها السيئات، وعن السنة الماضية. المقصود الصيام هذا اليوم يا شيخ عادل؟ صيام طبعا، صيام من صامه لمن تعثر عليه من الذهاب إلى الحج والوقوف بعرفة. فيعني لا يحرم المرء المسلم من أجر هذا اليوم حتى وإن تعذر عليه إنه إيش أن يذهب إلى هناك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الآن لم يقل من الوقوف بعرفة، وإنما جعل يوم عرفة في الحديث هذا عام، يعني لمن حضر ولمن صام. إذن هو يعني كما ورد يعني أعظم يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة. إذا تحدثنا عن المستحبات يعني للقيام بها في هذا اليوم، ماذا يستحب للمسلم تحديدا عدا عن الصيام، صيام هذا اليوم على عجالة؟ نعم، أول شيء يستحب للإنسان المسلم في هذا اليوم، لأنه يوم مشهود التوبة الصادقة. نعم. أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، يعني مثلا على المسلم أن يستقبل كل مواسم الطاعة مش بس هذه، كلها بالتوبة الصادقة، وبعدين عزم أكيد على عدم الرجوع إلى تلك المعاصي التي كان عليها، وعلى التأكيد على أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة النور يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها الفاسقون أيها الكافرون أيها المجرمون، لا، بل نادانا نحن أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن الفلاح يدخلكم وين؟ يدخلكم في الجنة. فأفضل الأشياء التي قد يفعلها الإنسان هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بعدين العزم الجاد على اغتنام هذه الساعات قليلة، يعني ما أن يبدأ اليوم بأذن صلاة الفجر على 4 مثلا أو 4 إلى 5، المغرب بأذن مثلا 8 إلى ربع، ساعات قليلة. هذه بماذا نغتنمها؟ كثرة النوافل، كثرة تلاوة القرآن، كثرة الصدقات إن كان يعني وضعه ميسر أن يتصدق، ذكر الله، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة، إن استطاع أن يصلح بين اثنين. أيضا أخي محمود، البعد عن المعاصي يعني بسبب الزمن الذي نعيش فيه، وهذا زمن يعني كما تعلم يعني لا يخفى عليك أنت تعيش أيضا في مدينة مختلطة وتعيش قريب من شاطئ البحر، وأنت ترى وتسمع أن الفتن اليوم تعرض عليك حتى بالمجان. نعم. وأن هناك بعض المعاصي قد تعرض عليك وأنت تسير في الطريق. نعم. أو تأتيك رسالة. الآن أنت مطالب بأن تقوي إيمانك حتى إذا عرضت عليك هذه الفتن يأتي شيء من قلبك يرفضها، يقول أنا لا أريدها. ليش لا تريدها؟ ما الإنسان يتجلى ويعني ينبسط ويسعد بتلك المعاصي إن عرضت عليه، من مال حرام، من نساء حرام، من أبناء الحرام وبنات، وأنت تعلم يعني في هذا الزمن الفتن، لعلك صاحب موقع إخباري تعلم أكثر مني المعاصي التي تعرض على الشباب من مخدرات وغيرها. نعم. وأنت تقوي في قلبك تلك المناعة التي تمنع الفتن من الدخول إلى القلب حتى لا يسود، فيبقى نقيا طاهرا كما خلقه الله سبحانه وتعالى وكما يحب أن يرى هذا القلب. نعم. بعدين عدا عن البعد عن المعاصي، يعني هذا لا يكفي أن تبتعد عن المعاصي، وإنما تجعل لنفسك تحصين من هذه المعاصي. مثلا أحيانا امتنع عن الطعام بدون شيء، حتى بدون يوم عرفة بدون شيء، امتنع يوم كامل عن الطعام ما بتصير شيء. التوبة تبدأ تتذكر، يعني بالتوبة أنا أخطأت مع الأخ محمود عبيد مثلا. نعم. ماذا لو أنا مثلا اتصلت بالأخ محمود عبيد وقلت له يا أخي أنت تعلم أن الإنسان غير معصوم، لسنا بأنبياء ولسنا برسل، وأنا مثلا قد أسأت الأدب معك فلعلك أن تسامح وتعفو، وفي هذه الأيام الفضيلة الناس تحب أن تعفو. نعم. والله سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، فيقول أخي محمود يا أخي عادل يا شيخ عادل نحن إخوة، ولعلها يعني زلت لسان أو كذا أو كذا، وأنا عفوت عنك مثلا. هذا ليس بالعيب، هذه هي القوة. القوة ليس أن تعرض عضلاتك ومصارعتك للناس،
القوي الذي يمتلك نفسه. وامتلاك النفس شيء ليس بالهين، أكبر جهاد على الإنسان أن يمتلك نفسه. نعم. تعرض عليه الفتن وهو يمتلك نفسه. نعم. الساعي الأدب يمتلك نفسه، يأخذها هو حيث مراد الله، حيث مرضات الله، ولا تأخذه هي إلى المعاصي وما وإلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهنا هذه الوقفة التي نحتاجها، تزكية النفس وتربية النشأ. عندنا أزمة في التربية أخي محمود، عندنا أزمة في التربية، لا نربي أبناءنا ولا بناتنا ولا أهل المساجد على مراد الله ولا على مراد رسول الله، فنرى كوارث في الشوارع. لو فهم المسلمون أن في هذا اليوم أنا أقوي نفسي، أقوي ذاتي عن على الطاعة وعن البعد عن المعصية، أجعل يوما كاملا خصه الله سبحانه وتعالى بأن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، أن أغتنم هذه الساعات حتى أحصن نفسي من الوقوع في المعصية. نعم. ليتنا نفهم فقط هذه الأمر، ثم أربي نفسي أنها إذا أخطأت لابد أن تعتذر. نعم. النفس يقول لك لا تعتذر، أنت فلان كيف تعتذر، لا بدي أعتذر، ونفسي لابد أن أقهرها. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها أول ثم تقواها، هي تأخذك إلى الفجور وأنت تأخذها إلى التقوى. ثم قال قد أفلح من زكاها، كن من هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم قد أفلح من زكاها. هذا اليوم يقوي فيك هذه الصفة التي تجعلك تزكي نفسك ولا تأخذك هي إلى المهالك وإلى المعاصي والعياذ بالله. نعم، أخذنا الوقت. أنا فضيلة الشيخ أشكرك على هذه المداخلة. مستمعي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، دمتم في رعاية الله وأمنه، وهذا محمود عبيد يقول لكم إلى لقاء آخر.